توافد كبير للسواح من مختلف ولايات الوطن تشهده ولاية الواد هذه الأيام، وذلك الاستمتاع بما تجود به هذه الولاية من مناظر صحراوية خلابة وعديد المواقع الأثرية. جينا لا بريمير فوا لينا هبطوا للصحراء، جامي شفنا الرمل تاع بلادنا، طون دو زون ما شفناش. جينا شفنا يعني الله صافي بليزير، وكاله سياحيه من الجي ريزيرفينا من قسنطينه، هبطنا جينا هنا من اللي وصلنا وما قايمين بينا. جينا نشوفوا في الاجواء هنا رائعه جدا، من السيارات الرباعيه للجمال المناظر، نشوفوا في الحضاره تاعهم هنا كيفاش عامله وكيفاش دايره. كانت هذه الرحله رحله ممتعه، حيث زرنا بعض المناطق الاثريه الصحراويه وتخلصنا من تعب الدراسه وتعب المدينه. يوم كامل في الصحراء استمتع به الزائرون بعيدا عن صخب المدينة، حيث لا شبكة هاتف ولا انترنت، ويتحول النقال هنا الى أداة للتصوير فقط. انا نعطي كونساي بور كاع لي الجيريان، يخرجوا يجوا للواد سوف يديكوفريوها يشوفوها، عندها ناس طيبين ما شاء الله، معنا ما نقولوا فيهم، مام لي زاجون سي جينا معاهم الله يبارك، رانا اون فامي، راكي تشوفي غير لي فامي وتشوف الدراري صغار، هذا هو البليزير تاعنا. التنظيم، الناس، الاجواء، رانا هنا دي فامي، يعني نقول لك ما شاء الله حبيبي من الاخر ما شاء الله. رانا نديروا في الماكسيمو تاعنا باش نشجع السياحه الصحراويه بصفه عامه والسياحه الصحراويه في واد سوف بصفه خاصه. احنا السائح كيجي عندنا هنا ان شاء الله ما يلقى غير راحته وماذا بينا الرضاء تاعو. على كل حال كما راكم تشوفوا والله شفتوا اليوم رانا دايرينهم كل وسائل الراحه باش السائح كيجي هنا يلقى راحته. نديروا الماكسيمو تاعنا هذه الفرصة أتاحت للوكالات السياحية بتقديم نشاطات وخدمات راقية للسواح، الأمر الذي جعلهم يحجزون في العطلة الربيعية المقبلة، وهذا ما تسنى لنا أيضا تقديم أرقى وأجود الخدمات للسواح الوطنيين وفي الأجانب مستقبلا إن شاء الله. كم هو جميل أن نكتشف جمال الصحراء، والأجمل أن نشجع هذه السياحة وبما تسخر به صحراء الجزائر من مناظر نادرة.